صباح الخير حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ طلاب تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله نكمل يونت 4 نمبر 1. instead of turning left he drove straight towards the river to avoid traffic jam. فاكر كلمة جو لونج اللي هي معناها يمشي على طول، اللي هي الاي شبكة في ال طبعا. جو لونج هي نفسها drove straight ahead، بيسوق على طول بدون ما ياخد يمين او شمال، تمام؟ ahead الاي لازقة في الاتش. طيب some people are unwilling to attend the classes dash because of the cost involved. بعض التلاميذ غير مرحبين ان يحضر الكلاسز او الحصص يعني بتاعت كورس معين لان التكلفة عالية، تمام؟ طيب انا عايز اقول يحضر الحصص كلها، تمام؟ كلها طبعا هتبقى مكلفة جدا. فكلمة كلها مين في دول؟ لو اخترت partly معناها بشكل جزئي، هي المفروض بيورلي. بيورلي ممكن غيرك او حد منكم ما يعرفش ان كلمة بيور معناها نقي او حاجة صافية كده، تمام؟ لكن هنا جاية بمعنى completely، عشان هنا فيها ال واي، فجاية بمعنى completely او entirely بشكل كامل يعني، تمام؟ يعني بيحضر كل الحصص كلها، فهتبقى تكلفة عالية جدا. طيب the boy dash but he came to himself when he threw water on his face. طبعا ذا بوي نقط وبعد كده فاق، came to himself معناها فاق يعني رجع لنفسه يعني فاق، تمام؟ لما كبوا الماء على وشه اكيد طبعا فينتد، اغمى عليه طبعا معناها فينتد. طيب ليه يا مستر خدت لاخرها اي دي؟ علشان هنا came ماضي، يعني واحد ممكن يقول طب ما فينت مضارع، ايه المشكلة يعني؟ لا، عشان الجملة بتمشي في زمن واحد يا جماعة، تمام؟ طيب the new service in our office will help clients to find the best discounts and dash and so provide correct boost for their business. الخدمة عندنا بيقول لك في المكتب هتساعد العملاء على ان ايجاد احسن discount، يعني احسن تخفيضات، تمام؟ او خصم، وكمان هتديهم correct boost to their business، وهتشجعهم يعني boost معنى support، يشجع. طيب يبقى كمان وتعرض عليهم، تمام؟ ايوه اوفرز، صح اوفرز، تمام. اوفرز هنا معناها عروض، يعني هنا ديسكاونتس اسم، خلي بالك من النقطه دي. الاسم يا جماعه بيجي بعده اسم، والظرف بيجي بعده ظرف، يعني كلمه اند اعراب ما قبلها واعراب ما بعدها، يعني قبلها اسم يبقى بعدها اسم، قبلها صفه بعدها صفه، قبلها فعل بعدها فعل، تمام؟ نفس الحكاية. طب أنا أعرف منين إن أند دي قبلها اسم؟ طب ما هي بيقول لك بيست أوف ديسكاونتس، بيست صفة وديسكاونتس اسم، فأنا عايز كمان إيه اسم زيه تاني، تمام؟ أوفرز، أوفرز هنا اسم معناها عروض مش معناها يعرض خدمة يعني. طيب تمام، يلا نشوف الصفحة اللي بعدها. The film about the war was very dash. A lot of people cried in the end. طبعا خدتوا انتوا كلمة moving يعني محرك للمشاعر يعني، فطبعا very ظرف عايزة صفة، تمام؟ فكلمة moving معناها محرك للمشاعر. The ban was imposed after the magazine dash an article satiricizing the government. طبعا هنا الحظر اتفرض على الجريدة او على المجلة بسبب مقالة فيها نوع من التهكم على الحكومة، تمام؟ يبقى المقالة التي نشرت يبقى after the magazine which was published، فطبعا هنا شال which was واتبقت كلمة published. واحد يقول لي مستر طب لو كلمة spread موجودة اختارها ولا لا؟ لا، spread دي معناها ينتشر بالنسبة بعد الشر، يعني الأوبئة أو الأمراض والحاجات اللي زي كده، اللي هي SP for Ben، SPREAD، تمام؟ لكن published معناها نشر، جريدة، صحيفة، مقال، كلام زي كده. When Emily Dickinson was a child he was good she was good dash both writing and playing the piano. playing the piano عزف البيانو طبعا. طيب عاوز اقول شاطرة فيه، good at، صح good at. امال good for، good for دي معناها نافع لي، او زي الفاكهة كده بقول لك كل فاكهة كتير، كل توم كتير، كل بصل كتير، good for your health، مفيد لصحتك، فمش هنختار فور طبعا، هنختار ات. money spent which was spent يعني الفلوس اللي اتصرفت
on the brain على العقل يعني او المخ يعني is never spent in in vain بلا جدوى. وانتوا خدتوا التعبير ده كلمة in vain يعني بلا جدوى. طيب many governments have introduced rules and regulations that investors must طبعا عايز اقراها فعل في المصدر، فعل في المصدر يعني كلمة فيلو معناها friend، فيلو الناس ما تعرفهاش معناها friend، انا عايز فعل في المصدر صح. العديد من الحكومات قدمت قوانين و regulations يعني اجراءات او حاجات قانونية صارمة يعني اللي يجب على المستثمرين اتباعها must follow. تمام to get to the bank walk dash this road and turn right at the bakers. طبعا عشان تروح البنك walk along، فاكرين along اللي كلمتك معاه من شوية اللي هي الاي شبكة في الاد، دي في حد ذاتها ظرف يا جماعة، يعني هي كلمة along على كده ظرف بيوصف الفعل الأساسي اللي هو كلمة walk. I knew that Ahmed would not be late because he never dash a promise. عمره ما بيخالف وعده. خلي بالك هنا طبعا طالما حط كلمة never تمام لازم اختار الفعل اللي فيه s، يعني لو كانت بدل never كانت doesn't كنت زمان اخترت ايه break، بس كلمة never بتخلي الفعل يحتفظ بالاس، يبقى never breaks a promise عمره ما يخالف وعده. She tried to cue the dash in my knee by putting manual pressure on the joint. ان هي تضغط يعني بيدها على المفصل عشان تخفف الالم تمام او تعالج الالم. cure the pain، pain يعني الالم، واحد يقول لي painful مالها يعني، طب هي برضو الم برضو او مؤلم يعني مش هتفرق كتير يعني، الحكاوى الصغيره اللي تقول فيها دي يا مستر يعني مش هتفرق معانا كتير، لا بالنسبه للاجانب بتفرق بقى معقدين شويه يا سيدي. تمام احنا بعد ذا عايزين اسم، فبين هي الاسم انما painful دي صفه ما تنفعش. if you treat your children as dash لو عملت اطفالك كنقط they will usually behave in a mature manner هيتصرفوا بطريقه ناضجه يعني تمام، يبقى as adults، adults اللي هم كبالغين مش لسه امشي يا ولد امشي يا بنت، وهم اصلا الواحد بيبقى اطول من باباه ومامته ويقول له امشي يا ولد، لا المفروض ان احنا نعمل اطفال ك adults بالغين. سامي was expelled from school for dash school rules عمل مخالفة للمدرسة في المدرسة فاستدعوا ولي أمر يعني عملوا استدعاء ولي الأمر يعني. طيب يبقى for breaking school rules يبقى سيادتك يا إما follow school rules يا إما break school rules، بس احنا طبعا المفروض ان احنا ايه follow school rules نتبع قوانين المدرسة تمام. طيب هنا خالف القوانين عمنا سمير. Almost all of the dash of the play were favorable. A lot of critics has admired it. تمام يبقى almost كل تقريبا التعليقات الخاصة بالنقد على مثلا مباراة مسلسل مسرحية حاجات زي كده، بس هنا خاص بمسرحية the play، واحد ممكن من كتر السرعة في القراءة يقول لي the play يعني يلعب ايه دخلها في الموضوع، لا هنا the play يعني مسرحية. عمرك شفت فعل اسمه the happy مثلا اقول لك حاجة the go، مفيش حاجة اسمها كده صح، نفس الحكاية the بيجي وراها اسم اوتوماتيك دي قواعد ثابتة. طيب يبقى reviews طبعا clever students should dash the questions before answering it الطلاب الشاطرين المفروض ان هم يعملوا شرح او تفسير للاسئلة قبل ما يجاوبوا عليها تمام كده، يبقى الإجابة paraphrase بحيث يعيد صياغة السؤال علشان يقدر يجاوب عليه بطريقة صحيحة. it hurt when it when I hit my head يعني لما راسي اتخبطت فعلا حاجة مؤلمة it hurt، خلي بالك هنا hurt تعتبر ماضي تمام. on the shelf but the pain soon عاوز أقول خلص أو انتهى تمام ended تمام. My father was the editor and dash of small town newspaper يعني بيدير جريدة يعني أو ناشر لجريدة أو شغال في جريدة أو لسه ما شايفينش طبعا. بيقول لك هو الإديتور هو رئيس التحرير يعني وفي نفس الوقت هو الببلشر، ببلشر يعني هو الناشر. أوكي نمبر 19 as a volunteer for charity
she hopes she can make someone's life less. هي طبعا كتر خيرها في جمعية خيرية، فبالتالي عايزة تخلي حياة الناس أقل إيه ألما، less painful، less وراها صفة عاملة زي كلمة little، تمام؟ ف less دي اللي هي الكومباراتيف أو المقارنة بين اتنين، فبقول less painful، أقل حالتهم، يعني هيكون في ألم بس أقل شوية من الأول، يعني على قد ما تقدر طبعا. The football team didn't lose for 50 matches and dash the record. عاوز أقول حطم الرقم القياسي إنه ما خسرش ل 50 مباراة، يبقى broke the record. In most countries, April the 1st is the traditional day for dash jokes. طبعا واحد ابريل، طبعا كذبة ابريل، حد يعرف يعني ايه معناها بالانجليزي كذبة ابريل؟ اسمها April Fool، FOOL، تمام، April Fool. طبعا فبيقول لك دي حاجة traditional jokes، يعني حاجة مؤلفين عليها كل سنة بتحصل، فدي حاجة تقليدية، تقليدية عن traditional. Sometimes my husband snores so loudly it keeps me dash at night. زي كده صوته بيشخر كده بصوت عالي فبيخليني صاحية طول الليل. keeps me، keeps دي عايزة صفة هنا في الحتة دي، عايزين صفة، بيخليني صاحية. أيوة awake، awake. Fainting means becoming dash for a short time. واحد fainting أقوم عليه معناه إن هو unconscious، غير واعي يعني، تمام. طيب did Emily Dickinson's poems dash the usual rules. طيب هل اخترقت القوانين القديمة أو طرق الكتابة التقليدية للقصائد يعني؟ فبقول break، break rules بمعنى يخالف القوانين يعني. All the doctor's efforts were in dash the man soon died. بعد ما قعدوا يعالجوا في الراجل مدة طويلة بس بلا فائدة، in vain، فبالتالي الراجل مات. طيب شوف اللي بعده. The sum of all the dash in triangle square equals 180 degrees. أكيد the sums اللي هو مجموع زوايا المثلث، تمام، angles، angles، لكن كلمة angels معناها ملائكة، لكن دي angles. The criminal left a note at the scene of the crime. يعني ساب نوتة أو يافطة أو ورقة مكتوب في مشهد الجريمة يعني. بعد كده داش ديتكتيفز تو كاتش هيم، عاوز اقول بيتحدى اللي هم الجماعه المفتشين المباحث يعني، بيتحداهم ان هو مش هيقدر يمسكوه يعني كمان، تمام. فطبعا تشالنجينج، تشالنج. I can't eat dash eggs they have to be cooked، تمام. انا ما اقدرش اكل بيض ني، رو، خلي بالك ان رو ار اي دبليو، مش هقول تاني، ار اي دبليو اهي، تمام. لكن كلمة رو اللي هي ار او دبليو دي معناها صف، ملناش دعوة بيها دي، احنا عايزين الاخيرة رو. ماشي، نشوف الصفحة اللي بعدها. وي توك هي ستريت تو ذا كلينيك، خدناها مباشرة للعيادة بمجرد ان هي ايه بقى فينتد، فينتد يعني اغمى عليها. طبعا that chairperson اللي هو المسؤول يعني brought meetings to an end because the dash of the board could not agree on the plan of action. انهى الاجتماع يعني بسبب ان الاعضاء الموجودين مش موافقين على الفكرة او الخطة بتاعته، تمام. members، members اللي هم الاعضاء يعني، تمام. Emily Dickinson spent about half of her time. فاكرين لما قلت لكم يا جماعة ان كلمة spend وراها المدة وراها بعد كده الفعل في ing، لكن كلمة take يستغرق وراها المدة برضو بس وراها to والمصدر، to والمصدر، يعني هنا هنكتب to والمصدر لو كانت take. طيب طبعا هنا spend يبقى writing خلاص. Today modern poems don't always follow the dash، طبعا follow the rules، يتبع القوانين. ماشي. He turned to the right dash turning to the left. عاوز اقول لف يمين بدل ما يلف شمال. ايه الكلمة اللي بيجي وراها كلمة of؟ ايوه instead of. طيب بدلا من. When spring arrived everything came dash flowers would bloom and animals would come out of hibernation. الحيوانات طبعا بتطلع من البيت الشتوي والزهور بتتفتح وكل ده بيجي بيحصل لما يجي الربيع، تمام. يبقى everything come
alive. كلمة alive يعني يأتي بحيوية كده وبنشاط. alive يعني ايه؟ بنشاط وحيوية كده. The book dash not just on single words but on useful phrases and collocations. collocations دي اللي هي الكلمات اللي هي بتبقى مع بعض. يعني مثلا كلمة do experiment ما ينفعش اقول make experiment، تمام؟ do homework ما ينفعش اقول make homework، وهكذا. دي اسمها collocations. طيب يبقى هنا بيقول لك حاطط لك كلمة not just عشان يتوهك شوية. المهم النقط وراها كلمة on، مين في دول وراهم كلمة on؟ ايوه focused on، يركز على، تمام؟ او concentrated on، يركز على برضه. طيب it may help to look at the problem from another، عاوز اقول نحن نبص على المشكلة من زاوية تاني، من زاوية، ايوه angle. طيب as the gardener was watering the flowers، الراجل الجنين بيسقي الورد، the dash hopped on the branch near him. طبعا طائر ابو الحناء طبعا اللي هو نط على غصن برانش جنبه يعني، تمام. although meat as dash regarded as، خلي بالك دايما الكلمتين دول ما بيسيبوش بعض، regarded as، تمام، ما بيسيبوش بعض. a good protein food it does have drawbacks. في حاجة غريبة يا مستر، ايه علاقة does دي؟ الناس اللي عايزة تعرف يعني the have، يعني طب ما هي مش doesn't، طب ما حاطين does ليه؟ تمام، اقول لك علشان خاطر does دي بتستخدم للتأكيد، تمام. يعني مثلا بقول لك انا سلمت مثلا على محمد صلاح بيدي، I do shake hands with محمد صلاح، تمام، يعني كأني بحلف كده اقول لك والله سلمت عليه، تمام. فدي مثابة ايه؟ ان انا بأكد الكلام اللي انا بقوله. فمثلا هنا بس بتاخد نفس يعني مثلا ات يبقى مفرد، لكن لو زي مثلا هيبقى زي دو هاف، تمام. فهنا بقى ات داز هاف دروباكس، عشان ساعات بتيجي اختياري كلمة داز دي في حد ذاتها، فانت هتقول داز ات مفرد ونقط وهاف مش لايقة يعني، طب اختار ايه دلوقتي؟ ما فيش في الاجابات حتى دازنت ولا اي حاجة تشاور على حاجة زي كده يعني. طيب ماشي، يلا نرجع للجملة. بيقول لك بالرغم ان اللحمة تعتبر يعني بروتين جيد، ما it has some drawbacks، ليها بعض العيوب طبعا، تمام. طيب احنا خدنا كلمة is regarded as، طيب regarded as يعني صفة. اقول لك ازاي، حاجات في بعض الافعال يا جماعة في التصريف الثالث تساوي صفة، بس هي الكلمة دي صفة من اولها يعني، بس فكرتني لما شفت الاي دي بصراحة. يعني مثلا عاوز اقول مثلا well educated، educated يعني ذو تعليم جيد، تمام، educated صفة، الفعل في التصريف التالت يساوي صفة. هدي لك مثال سهل جدا عشان تخلي بالك منه. عاوز اقول الترابيزة اللي رجلها مكسورة، او الولد اللي هو دراعه مكسور، تمام، خلينا في الولد اللي دراعه مكسور، يبقى مكسور يعني broken arm. هتقول لي طب ليه broken دي؟ عشان كانت break broke broken، فبروكن تصريف ثالث يساوي صفة، التصريف الثالث يساوي صفة، تمام. مش شرط افعال شاذة يعني، ممكن اقول لك educated هو فعل عادي، تمام، اخره اي دي، ومع ذلك بيساوي صفة لانه في التصريف الثالث. فانت لو نفسك تجيب صفة هات فعل في التصريف الثالث وحطه كأنه صفة، تمام كده، هات فعل في التصريف الثالث وحطه كأنه صفة. طيب دي تعتبر صفة، والصفة قبلها ايه؟ ظرف. يبقى traditionally، الصفة قبلها ظرف traditionally. طيب يبقى هركز على كام نقطة قلتهم دلوقتي. does بتيجي للتأكيد، الفعل اللي في التصريف الثالث يساوي صفة بخلاف regarded يعني، مش قصدي على regarded يعني، تمام، او ممكن يعني نعتبرها كفعل يعني، مش عايزين نخش في تفاصيل، اي فعل يعني سهل بالنسبة لك عايز تخليه صفة حطه في التصريف الثالث. والصفة قبلها ظرف، الظرف اللي هو بيكون اخره ايه؟ الواي، الظرف يكون اخره الواي. 39 it was quite an achievement to keep smiling when his heart was dash. طبعا it was يعني achieve انجاز لما طبعا keep smiling، وفضل طبعا يعني smiling to keep smiling ان هو يضحك يعني ويبتسم، تمام، when his heart was aching، برغم ان هو قلبه وجعه يعني aching. احمد شوقي was nicknamed the prince of
امير الشعراء prince of poets. poets احنا قلنا a poet اللي هي فيها حرف التي ده البني ادم نفسه، البني ادم الشاعر، وبيكون راجل طبعا لان كلمه شاعر اسمها poets. كامبريدج بريس became the biggest publisher of the new poetry in Egypt with 50 new dash a year. طبعا جامعة كلنا عارفين طبعا صحافة كامبريدج والحاجات دي، بيقول لك أصبحت أكبر ناشر للشعر في مصر ب 50 إيه بقى؟ 50 نيو تايتلز. تايتلز يعني عناوين جديدة، تمام؟ أو قصائد جديدة، بس هي تقصد تايتلز يعني حاجات كده جذابة، يعني عناوين جذابة جديدة يعني. طيب أدرس طبعا عنوان بيتكم 3 شارع مش عارف مين، لا ما تنفعش طبعا. Some of the most efficient air conditioners consume 70% less electricity than dash models. بيبقى بعض أنواع التكييفات معروفة إن هي efficient يعني كفء، تمام، وبيقول لك تستهلك 70% بس من الطاقة، يبقى إيه؟ أكتر من المعتاد traditional models اللي هي الأنواع أو الموديلات الموجودة في السوق التقليدية يعني، تمام؟ يبقى دي اسم، تمام كده؟ يبقى أنا عايز قبله إيه؟ صفة traditional، عشان ما يجيش حد يقول لي مستر أنا نفسي أختار ال واي. لا يا حبيبي، ال واي دي بيكون هنا في الحتة دي في فعل، في فعل، تمام؟ فعل أساسي يعني. طب هي يعني فعل أساسي زي كلمة مثلا run speak read حاجة زي كده. He would walk along the beach collecting the shipwreck. shipwreck اللي هو حطام السفينة يعني that had been washed. يعني حطام السفينة نزل على الشاطئ ashore. The government has refused to dash the company from the bankruptcy. الإفلاس، الحكومة كتر خيرها رفضت إن هي إيه بقى؟ rescued، رفضت للأسف، رفضت إن هي تنقذ الشركة من الإفلاس، رفضت إن هي تنقذ الشركة من الإفلاس. طيب ربنا معاهم طبعا. The doctor's smile gave us a dash of hope. تمام؟ طبعا بيقول لك ان يعني اسمايل او اللي هو الدكتور يعني، تمام، بدأ يبتسم عندما كان يوجد شعاع امل. مش ساعات بتسمع كلمة لو في شعاع امل او في قليل من الامل او حاجات زي كده، فاهم؟ كلمة ray يعني معناها شعاع، تمام. His autobiography recounts a unique and dash experience of imprisonment. سيرته الذاتية بتحكي عن أيام صعبة قضاها في فترة السجن يعني، تمام. يبقى أكيد أيام صعبة، painful صفة، تمام، لأن هنا كلمة experience اسم، فاحنا عايزين قبلها صفة. طيب my heart dash at the sight of the dying birds. يبقى my heart pumped. pumped يعني بدأ يدق كده، عارف انت لما تخض كده فجأة في قلبك يدق. قال ايه لما شاف طيور ميت؟ قال تمام. Imaginative poets can turn any piece of prose into dash easily. اي حاجة الشعراء يعني يقدروا يحولوها الى شعر، تمام كده؟ ماشي، نشوف الجملة اللي بعدها. The dash of policy makers is to achieve economic growth without damaging the environment. يبقى عاوز اقول التحدي اللي بيواجه صانع السياسة يعني the challenge ان هم يحاولوا يطوروا الاقتصاد او ينمي الاقتصاد. ماشي، يلا نشوف الصفحة اللي بعدها. The university students are going to do dash on the effects of noise pollution on people. التلوث الضوضائي طبعا، يعني طلبة الجامعة هيعملوا دراسة do research on the effects، آثار التلوث الضوضائي. طيب the poet suggested that daydreaming اللي هو أحلام اليقظة and imagination were ways of turning thoughts into something creative. طبعا اللي هو الشاعر بيقترح ان احنا نحول أحلام اليقظة والتخيل، تمام، الى turning unhappy thoughts يعني الافكار الغير تقليدية طبعا او الافكار الصعبة نحولها لحاجة creative يعني، تمام. The travelers were so tired when they arrived at the hotel that they flopped into bed
and fill dash at once. يعني بيقول لك ان من كتر التعب ناموا بسرعة يعني. يبقى fill asleep. asleep يعني على طول، دخلوا في النوم على طول. تمام. لكن كلمة sleepy اللي هي s l e e p y معناها نعسان شوية، لكن دول غطسوا في النوم على طول. I tried to dash him down but he was still angry with when he left. حاولت اهديه. tried to cool him down. cool him down اهديه يعني اهد من اعصابه. حتى بيقول لك خليك cool يا مان. تمام كده. there is no cure for ostriches. اسف اللي هي كلمة الألم في العمود الفقري. osteoarthritis. that there is a significant evidence that acupuncture can dash pain. في حاجة اللي هي الإبر الصينية دي اللي هو الوخز بالإبر، بحيث إنه في مناطق معينة في الجسم بحيث يخفف الألم. تمام. ease ease وخدناها في سنة ثانية سنة على فكرة، معناها يقلل أو يخفف. تمام. طيب 55 she was dashed from head to foot. تمام. she was هي عاوز اقول كلها موجوعه من ساسها لراسها زي ما بيقولوا. ف aching she was aching. تمام. هي تتالم يعني. with the effective management and careful attention to quality will have dash future and independent company. تمام. يبقى باداره حكيمه او فعاله وناخد بالنا يعني careful attention ده اهتمام جيد يعني للجوده، نركز على الكواليتي، يبقى في الحالة دي هنلاقي مستقبل باهر لشركتنا يعني، او شركتنا هتبقى مستقلة ولها مستقبل باهر. يبقى برايت فيوتشر، خلي بالك برايت فيوتشر مستقبل باهر. طيب I want everything to go back to، عاوز كل حاجة ترجع زي ما كانت، عايز كل حاجة ترجع على طبيعتها يعني. to normal. to normal. تمام. The play got excellent dash when it was first watched. The play got excellent. المسرحية لسه حكينا عنها من شوية في بداية الفيديو، قلنا ان هي المسرحية مالها كتبت عليها مقالات reviews. طيب he took a dash of cheese to taste it. خد قطمة من الجبنة عشان يدوقها. he took a bite. تمام. In a voice cracking with dash he announced the death of his father. صوت كده بيغلب عليه الحزن والعاطفة والمشاعر. يبقى in a voice cracking with emotion. emotion يعني الإحساس أو العاطفة يعني. طيب some of you dash about appearance were near to be to the bone. في تعبير هنا غريب اسمه near the bone، يعني تعليقاتك كده ايه قربت تلمس العظم او قريبه من العظم، فهنا معناها ان تعليقاتك لاذعه يعني. تمام. او فظيعه يعني موجعه شويه مثلا او حاجات زي كده. فبيقول نفس الحكايه هنا، بيقول لك بعض منهم بيتريق comments some of your comments تعليقاتك about her appearance عن مظهرها يعني او لبسها او حاجات زي كده كانت لاذعه جدا. near to the bone. near to the bone يعني صعبه جدا محدش يقدر يستحملها. We climbed some trees looking for dash but didn't find any. تمام. طلعنا بعض الشجر بنبحث عن نستس اللي هو عش الطيور. نستس. The dash had a deep moat which bored into a lake او into the lake. تمام. موت طبعا اللي هو خدتها في القصه معناها خندق، اللي هو بيكون حته كده مليانه ميه بس واسعه جدا حوالين القلعه بحيث يحموها يعني من الاعداء. تمام. يبقى ده كاسل. كاسل اللي هي القلعه. things will happen you can't stop them dash happening but you can't control your reach your reaction from making things worse. الحاجات كده كده بتحصل وانت مش هتقدر توقفها. تمام. you can't stop them from happening. ما تقدرش توقفها. تمام. ولان ممكن كده كده الامور هتخرج عن السيطره فانت مالكش يد في الموضوع مثلا. طيب the book aims to dash and illustrate يعني يوضح او يفسر بالرسومات والحاجات دي the current capabilities of modern computer. يبقى الكتاب بيحاول ان هو ايوه يهدف الى aims to يعني يهدف الى ايه
سمرايز يلخص، وفي نفس الوقت يوضح أهمية الحاجة الإمكانيات الحديثة اللي تقدر إيه تقوم بيها الأجهزة يعني. طيب the role of scientists is observe is to observe and dash the who, the world not to try to control it. The role of scientists دور العلماء هو أن يلاحظوا تمام، وفي نفس الوقت يعمل إيه بقى؟ بتيجي أكتر مع الحاجات اللي فيها شعر وحاجات زي كده كلمة راين، لكن هنا المفروض إن إحنا نختار كلمة سامرايز، نختار كلمة سامرايز تمام. يبقى الإجابة الصحيحة سامرايز، بيلخص لنا النقاط الهامة في ال يعني مثلا خصائص المية، خصائص الضوء، خصائص حاجات زي كده. At least 20 people were killed in the air. Air هنا مش معناها يعني هوا، هنا معناها رحلة جوية تمام. In the air crash، air crash يعني تصادم طائرة بجبل بطيارة تاني، كلام زي كده. He was known for his poor grammar and dash. هو معروف بضعفه في القواعد وكمان النطق، punctuation اللي هو النطق تمام. Every subject is different. I don't think I have a، عاوز أقول مادة مفضلة. طب هنا بقى يعني هقول have favorable، طب ما favorable دي صفة عايزة اسم، طب ما تنقي الاسم وتريح نفسك على طول، يبقى have a favorite. have a favorite معناها مادة مفضلة. jealousy الغيرة causes distress and painful emotions، مشاعر حقد وألم يعني، فعايز المراد بتاع كلمة painful. طبعا كلكم عارفينها aching، انتوا شطار طبعا مميزين يعني. شوف الصفحة اللي جاية. I broke the chocolate into dash. Here's your half. يبقى قسمت الشوكولاتة نصين تمام، into halves تمام. The possibility of breaking the world. breaking هنا يعني تحطيم الأرقام القياسية. world record in the Olympics never occurred to Rami. عمره ما حصلت لرامي. if you have a medical condition don't forget to bring your medicine. ها ما تنساش تجيب معاك الدواء ماشي. يبقى انهي واحده الاجابه الصحيحه؟ خمنوا كده. صح، برافو. الناس اللي along صح معناها يجيب معاه الدواء. برينج along ده تعبير كده مع بعض اسمه يحضر شيء معين، يحضر الدواء، يحضر الكاميرا بتاعته. while his interest in these sports began to dash a passion for squash developed. لما بدأت تهتم بالرياضات بدأت يزيد عندها حبها للعبة الاسكواش. يبقى increase طبعا بعد تو بيجي فعل، يبقى increase يزيد. 75 dash help children to appreciate the sounds and the rhythms of languages. ذا عايز اقول الاغاني بتحفظ الاطفال الصغيرين، الحاجات اللي فيها قافية ساجعة حاجات زي كده. ف the rhymes، the rhymes تمام. When the sun dash through your window, the radiance seems to burn your eyes. When the sun, أكيد طبعا the sun shines through the window. الشمس بتشرق وبتدخل من الشباك. تمام؟ ف بعد كده بيقول لك إن فسطوحة طبعا بيقول لك يبدو إن هو بيحرق عينيا يعني من كتر ما هي براقة يعني. President Sadat has many important dash that are still mentioned nowadays to instill the spirit of patriotism in our youth. تمام. الرئيس السادات لديه العديد من الأقوال المأثورة. تمام. يبقى quotations. quotations اللي هي الأقوال المأثورة أو العبارات يعني المشهورة، لكن هو كان بيألف قصائد ولا قصص ولا نستس طبعا ملهاش علاقة بالموضوع. تمام. اللي هي عشاش الطيور. It's moving a story، قصة حزينة about a child whose mother dies. It makes you feel pity. تمام؟ feel pity يعني أشعر بالأسف يا جماعة. كلمة I feel pity يعني أشعر بالأسف أو sadness. sadness الحزن. His findings have been harshly criticized by dash scientists. الحاجات اللي تلاقاها يعني أو اكتشافاته يعني تمام؟ discoveries يعني. تم نقدها بشكل لاذع من زمايله العلماء يعني باقي العلماء يعني. فطبعا بقول فيلو، فيلو يعني فريند، لكن فولو، فولو دي فعل اصلا، حتى لو هتيجي بعد باي هنحط لها اي ان جي تمام تبقى فولون، لكن هنا انا عايز اسم فيلو ساينتستس اللي هو العلماء الباقيين.
The victim received a severe blow to the back of his head, which left him. عادي الضحية واحد ضربه من بضربة قوية يعني على رأسه فبالتالي هو أصبح غير واعي unconscious. The problem is very simple. You can solve it yourself. Antonym بقى عايز الأنتنم المضاد وركزوا يا جماعة قلت لكم في مضاد ومرادف تمام. الأنتنم بتاع كلمة simple يا ترى إيه الأنتنم؟ أيوة complex. complex يعني معقد. Okay. The woman is very tolerant. She never hurts who insults her. يعني متسامحة جدا tolerant يعني سامحة عمرها ما تأذي الناس اللي بتشتمها يعني أو بتعيب عليها يعني. فبيقول لك antonym المضاد بتاع كلمة tolerant intolerant. ركزوا في المرادف والمضاد يا جماعة مهم جدا. The website isn't secured. It may cause damage to your computer. عايز السينونيم بتاع كلمة secured المرادف. والنهارده ان شاء الله هعمل حاجة حلوة هدي لكم واجب اربع كلمات او خمس كلمات نجيب السينونيم والانتنم اتنين او ثلاثة كده اتنين او ثلاثة سينونيم وكمان والباقي انتنم ماشي. secured هنا معناها سيف ماشي. السؤال ده مكرر اللي هي the challenge of policy makers تمام. خلينا في التاني. The one dash of light in this whole affair في هذا الشأن يعني كله كده في أمر في هذا الأمر يعني تمام. If the justice has been done هي إن العدالة تنفذ يعني ينفذ العدالة تمام. يبقى the one ray الشعاع الوحيد أو الأمل الوحيد هو إن أو بصيص الأمل الوحيد هو إن العدالة تاخد مجراها يعني. طيب number three. If you quote an article in an essay you must acknowledge your source giving detail of author and تمام. لو انت هتاخد او تقتبس حاجة من كتاب او من مقالة لازم تقول اسم المقالة وكمان عنوان المقالة title اللي هو ايه العنوان. طيب let me read you dash from the anthology. كلمة anthology اللي هي المختارات القصائد او القصائد اللي هي ايه مختارينها بعناية دي. فعايز اقرا لك قصيدة من الحاجات المختارة يعني poem. احنا قلنا poet اللي فيها تي تمام دي البني ادم نفسه الشاعر نفسه poetry شعر تمام. وده لا يعد على فكرة كلمة poetry لا تعد لكن poet بيتعد ممكن اقول poets شعراء. The doctors gave him more powerful drugs in the dash hope that might recover. طبعا الدكتور اداله أدوية قوية جدا آملا يعني بس أمل ضعيف يعني تمام. in the vain hope يعني ألم أسف أمل ضئيل أو إليل خالص vain تمام. طيب he had a minor stroke in 2018 which left him dash paralyzed تمام. جات له جلطة تمام في 2018 وخلته يعني مشلول بس ايه نص جسمه يعني مشلول partly paralyzed تمام. A great dash is a fountain forever overflowing ضفيد يعني with waters of wisdom بماء او الحكمة والبهجة تمام. A great a حاجة مفرد تمام. A great poem واحد يقول لي يا مستر نفسي اختار بايب اللي هي ماسورة يعني لا ما بيقول لك ماء الحكمة. ركز في الكلام المكتوب يا جماعة بيقول لك هنا ايه waters of wisdom ماء الحكمة تمام والبهجة تمام. The diplomats have been sent home because their embassy has become a dash of spies and espionage. اسف اسمها اسبيوناج اللي هي التجسس يعني. فبيقول لك ان الدبلومات اللي هم الناس الدبلوماسيين سنت هوم رجعوهم الوطن يعني تاني بسبب ان في عملية تجسس تمام او في خلية من الجواسيس والتجسس يعني نست يعني هنا مش معناها عش معناها زي خلية او مجموعة يعني. محمد tried to rescue the frozen dash but he was a stone dead. It was easy to identify because of its red breast. تمام؟
حاول يعني محمد ينقذ الطائر او الحناء اللي هو المجمد، تمام، وكان تقريبا استون ديد يعني خلاص، يعني تقريبا كان ميت شبه ميت، ولكن الحمد لله ان هو قدر ينقذه يعني. تمام، she's dash enough to know that this is a very good offer. يبقى she's bright، ذكية. هنا bright هنا معناها براق او لامع، او هنا جايب معنى ذكي، تمام، عشان تعرف ان هذا العرض this is a very good offer، هذا العرض جيد جدا. تمام، it wasn't really very bad but it was a dull. dull يعني حاجة غبية او حاجة وحشة. that made her realize she would never get to sleep. تمام، شديد طبعا بيقول لك it wasn't really very bad، مش سيء جدا، but it was a dull، ألم صعب شوية، يبقى dull ache. تمام، government money was given out of some people and not to others apparently without dash or reason. يقول لك الحكومة government money was given out، اتوزعت على الناس يعني، وناس تاني لا، not to others، من الواضح مش على نفس المنوال. ريزن هنا معناها مش معناها يعني قافية، معناها على نفس المنوال او نفس الاسباب. تمام، يبقى ريزن معناها على نفس المنوال. the wall is leaning at such dangerous dash that it wouldn't take much effort to push it over. تمام، يبقى في زاوية خطيرة، dangerous angle. تمام، this book aims to dash and illustrate the current capabilities of atomistic computer modeling methods in this growing field. تمام، يبقى الكتاب بيحاول ان هو aims to summarize تمام، يلخص يعني، وفي نفس الوقت يوضح بالرسومات illustrate اللي هي قدرات الكمبيوتر، القدرات الذرية للحاجات الخاصة بالكمبيوتر يعني، أو الكمبيوتر بيسيطر باستخدام يعني الحاجات الذرية دي بتضرب بواسطة الكمبيوتر طبعا يعني، والحاجات دي. طيب، if the moon is dash you see less and less of each night. لو القمر ظهر ولا اختفى هتشوف أقل أهي less and less في كل ليلة. طبعا لو القمر vanished يعني تلاشى او disappeared. نيجي بقى دلوقتي لاخر حتة في الفيديو اللي هو الواجب، عايز السينينم بتاع كلمة evacuate، والسينينم بتاع vain، والانتينم بتاع delighted، والانتينم بتاع dangerous المضاد يعني، انتينم التلاتة دول دي ودي ودي مضاد انتينم، انتينم بتاع كلمة healthy. اشوف الاجابات بتاعتكم في الكومنتس، او ممكن تبعتها لي على الفيسبوك او حتى على الواتس او التليجرام، فيش مشكلة عادي. ولو في اي اقتراحات ياريت تكتبوا لي تحت في الكومنتس، وان شاء الله نكمل مكملين مع بعض بإذن الله. اشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية.